عبد المولى موجود بتاع الارشيف؟ لا موجود. هيروح فين؟ في مكانه. يا سيادة العميدة، حضرتك بتدوري على ملف واحدة من 20 سنة. 20 ولا 30؟ هو الملف مات. صح صح يا عبد المولى، أنا عارفاك بتكافح الفيران بالملفات. أنا محتاجة الملف ده ضروري جدا. طب حضرتك هي اسمها إيه؟ اسمها سيدة. دور في رفوف مخك، شوف هنا ولا هنا. يلا. حاضر. يا رب يا رب تلاقيه. طب حضرتك هي اسمها سيدة إيه؟ هو أنت عندك كام سيدة؟ دور في ركن السيدات. في ركن السيدات يبقى حاضر. ايوه على مهلك. ايوه يا عبقري. معلش يا فندم، الدنيا زحمه عندي. بس على فكره يا فندم، السيدات هنا عندي كتير، واضح ان انا مش هلاقي الملف ده هنا طبعا. ليه بقى؟ ما انا اقول لسيادتك، لان كل 5 سنين الملفات بتروح على الوزاره. فمعلش يعني حضرتك، لو محتاجه الملف ده ضروري قوي لازم توصلي مشوار لارشيف الوزاره، بس لازم تكوني فاكره اسم الست دي بالكامل. ما هو ليه بقى؟ اقول لسيادتك، انا هقول لك عشان الموضوع يبقى سهل يعني على الموظف اللي زي حالاتي لما يجي يدور في الملفات دي. سهل في التدوير، وانا اللي كنت فاكره راسك كمبيوتر طلعت مهنك. خزلتني يا عبد المولى، خزلتني. مش ممكن يا فندم تفتكري اسمها بالكامل؟ يا عبد المحسن الكلام ده من 25 سنه، ده انت فاضل تقول لي هاتي لي الايميل بتاعها. جرى ايه يا عبد المحسن؟ انا لو اعرف انها هتقرب كنت حفظت الفاميلي نيم بتاعها. ايه ده مش طريقه. يا فندم انا اسف، بس انا عاوز اوصل لحضرتك معلومه ان المسجونات اللي هربوا في الوقت ده كتير جدا. لا ده كان زمان، دلوقتي عملنا باب حديد على السجن. انت بتقطمني يا عبد المحسن؟ دي الوحيده اللي هربت وما عرفتش اجيبها، وكنت صغيره، كنت رائد. ربنا يعلي مراتبك يا فندم، وعلشان كده انا هعمل محاوله وباذن الله هتكون ناجحه، وهي ان انا هحاول اجيب كل ملفات المسجونات اللي اسمهم سيده وكانوا في سجن القناطر في الوقت ده. كده تعجبني. اعمل لي بقى كوبايه عدس بالجنزبيل وانا قاعده مستنيه. ايه العدس بالجنزبيل كده كده جاي، بس للاسف الشديد ان الموضوع هياخد وقت كبير. هياخد وقت قد ايه؟ ساعه ساعتين؟ ادينا قاعده، العدس بياخد وقت. يا فندم الموضوع مش هياخد اقل من اسبوع. اسبوع ليه؟ بتدور على سيده اعمال؟ دي مسجونه، مسجونه يا عبد المحسن. اقفل الباب ورانا يا سوزي. ايه حكايتك يا عمرو بالظبط؟ هو التحقيق ولا ايه؟ يا بابا على عموره حبيبك برضه. يعني انت مش شايف ان علاقتك بحماتي بقت اوفر شويه؟ ده انا بعمل ده عشان مصلحتك. لا احب اقول لك بقى ريح نفسك، عشان لو بتعمل اي حاجه عشان هي ترضى عليا فمالوش اي نتيجه. ليه ان شاء الله؟ عشان حماتي هي ما اتغيرتش حتى بعد الحادثه. يوه ده حتى بعد الحادثه عادت وبقوه، خصوصا بقى ان هي مش طايقه روحها اليومين دول بعد ما محمود وشرف قرروا يسيبوا البيت ويروحوا يعيشوا في بيت امه. لا ضربه جامده قوي عليها. ها وشرف راحت ولا لسه؟ ماما. شرف جت. اهلا. انا عارفه ان حضرتك مش طايقاني، بس انا ماليش اي ذنب في اللي حصل، ولا حتى كنت اعرف اي حاجه. بص يا شرف، ابو محمود الله يرحمه مات وسابني وانا صغيره، كنت في عز شبابي، وكنا لسه يعني على قد حالنا، يا دوب عندنا شركة حراسات صغيرة كده، وكان معانا شريك مطلع عينينا. بس ما همنيش، اشتغلت ليل نهار، نسيت نفسي، نسيت اني ست، نسيت الدنيا بحالها، وحفرت في الصخر عشان ابني مستقبل مش ليا، لا عشان ابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا. عشان كده ما عنديش اي استعداد النهارده إن أي حد يجي يأذيه مهما كان هو مين. فاهماني يا حبيبتي؟